مفيش ميه ولا كهرباء. احنا كلنا طبعا بنداش للقضيه وربنا يعطيها على خير. فكره التهجير اصلا من ارضهم لعرض مش ما ينفعش خالص. ما فيش حد ينفع يطرد حد من بيته نهائي، يعني ده ما ينفعش. لو حابه حضرتك ما ينفعش اي دوله في العالم انها تقتل مدنيين وان احنا نفكروا ما ينفعش الكلام. رساله من حضرتك ليهم. هو دورنا ودور كل الناس، احنا مش محاضره يعني تمثيليه، احنا في الاخر احنا كلنا بني ادمين ومواطنين. وبعدين مش احنا بس مصر، العرب والعالم كله والغرب كلها بيعملوا مظاهرات، ويا رب سنتنا تقدر تنفع. رساله من حضرتك لاهالينا في غزه. هقول لهم ربنا معاكم وانتوا اقوياء وطول عمركم اقوياء وحاملين اسيا. وبعدين قضيه فلسطين هي قضيه العرب كلها، وربنا ان شاء الله يعافينا. تابعت الهجوم اللي على محمد صلاح الفتره الاخيره؟ يعني انت اللي بتسال على محمد صلاح؟ ولا خدت جواب يعني.